السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل كده سوا التقييم اللي فات. كان عندنا أول سؤال: One of antibiotics inhibiting bacterial cell wall synthesis. احنا عندنا حاجات اللي بتشتغل على السيل وول هي ايه؟ البيتا لاكتامز والجلايكوبوبتايدز زي الفانكومايسين. البيتا لاكتامز بنسيليوم كيفالوسبورينز والمونوباكتامز والكاربابينمز. فالوحيد اللي في دول اللي ينفع هو التيكرسيلين، لأن هو بنسيلين. الباقيين كلهم لا هما بنسيلينز ولا كيفالوسبورين ولا حاجة. السيبروفلوكسين بيشتغل على ايه؟ ده سؤال مباشر. السيبروفلوكسين بيشتغل على النيوكليك اسيد، بيشتغل على الدي ان ايه. ده بيشتغل على السيل وول والبروتين ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ ده سؤال مباشر. ال سم اوف انتيبيوتكس بتشتغل على النيوكليير انفلوب؟ لا، مفيش نيوكليير انفلوب اصلا في البكتيريا. فاكرين كنا قلنا في المحاضره ان البكتيريا دي عباره عن دي ان ايه عايم في السيتوبلازم، فما فيش نيوكليار انفلوب اصلا، عشان كده هي ايوكاريوت. مين في دول بيشتغل زي الماكروليدز؟ سؤال ذكي شويه، يعني عايزك تعرف الاول الماكروليدز بتشتغل ازاي، فتقوم انت تقول اه الماكروليدز بتشتغل على الريبوزومز، على البروتين سينسس. مين اللي زيها؟ يعني ما هو ما فيش غير التتراسايكلين والامينو جلايكوسايدز وكلورامفينيكول. فالوحيد اللي ينفع في دول هو التتراسايكلين. الكينولونز والتريم سالفا بيشتغلوا على الدي ان ايه. سوري، نون بيتا لاكتام انتي بيوتيك ذات افكت بكتيريال سيل وول. السيفترولين ده سيفتراكزون، فهو بيتا لاكتام. الريفامبيسين ما بيشتغلش على السيل وول اصلا. المونوباكتام ده بيتا لاكتام، يبقى الوحيد اللي ينفع هو الفانكومايسين. هو نون بيتا لاكتام وبيشتغل على السيلول، عشان كده هو هينفع معانا في المرسى، لان المرسى ريزيستنت للبيتا لاكتامز كلهم، والفانكومايسين ما هواش بيتا لاكتام، فينفع مع المرسى. هيجي معانا في سؤال بعد كده. اكتر انتيبيوتكس بتستخدم ايه؟ فاكرين الصوره اللي كنا حطيناها؟ كنا بنقول اكتر حاجه الكيفالوسبورينز وبعدين البنسلينز، وده حتى يعني معلومات عامه، يعني حتى لو انت مذاكرتش المحاضرة. لا، الكيفالوسبورينز اكتر من البنسيلينز. البنسيلينز مستخدمة كتير بس مش قد الكيفالوسبورينز. طبعا الماكروليدز والفلوروكينيلونز مش كتير برضو، بس مش قوي زي الكيفالوسبورينز. بيتا لاكتامز ار سو كولد بيكوز دي ار. ليه البيتا لاكتامز سميت بهذا الاسم؟ لانها فيها بيتا لاكتام رينج. مش البكتيريا السيل وول هي اللي فيها بيتا لاكتام رينج، ولا الدي ان ايه طبعا في بيتا لاكتام رينج. سيفتراكزون بتشتغل على ايه؟ سيفتراكزون كيفالوسبورينز، واحنا قلنا الكيفالوسبورينز بيتا لاكتام، يبقى بتشتغل على السيل وول. فين بقى بالظبط في السيل وول؟ على البيبتايدو جلايكان لير. ده احنا قلناها في المحاضرة مرارا وتكرارا ان التارجت بتاع البيتا لاكتامز هو البيبتايدو جلايكان لير، لا هو الانر ممبرين ولا الاوتر ممبرين ولا البورينز. طبعا البورينز دي الفتحات اللي بتعدي من خلالها. بنسلين هاز نو افكت اون جرام نيجاتيف بكتيريا. ليه؟ لانه ما بيعرفش يعدي من البورينز. ليه؟ علشان في بنزين رينج مخلياه هيدروفوبيك، فالسبب هو البنزين رينج. الامينو جروب، يا ريت كان في امينو جروب، ده كان عدى وكان بقى كويس. فالامينو جروب دي يعني غلط خالص، بالعكس ده دي عكس السؤال. ده لو في امينو جروب كان زمانه بينفع في الجرام نيجاتيف بكتيريا. يبقى المشكلة يا اخوانا في البنزين رينج. ما تقوليش البيتا لاكتامز، ما هو في كتير بيتا لاكتامز بينفعوا مع الجرام نيجاتيف بكتيريا زي الكيفالوسبورينز، كلهم فيهم بيتا لاكتام رينج وبيشتغلوا على الجرام نيجاتيف بكتيريا. مفيش علاقة، يعني البيتا لاكتام دي لا بتقدم ولا تأخر. بيتا لاكتام ملهاش علاقة بكون الانتيبيوتيك بيشتغل على الجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف. اللي بيأثر على الانتيبيوتيك بيشتغل على الجرام بوزيتيف ولا نيجاتيف البنزين رينج والامينو. لو في بنزين رينج لوحدها يشتغل على جرام بوزيتيف بس، لو في امينو جروب مع البنزين رينج يعرف يعدي من البورينز ويوصل للبيبتيدو جلايكان لير ويكسر. البيبتيدو جلايكان لير دي التارجت بتاعه، ملهاش علاقة. البنسلينيز ده واحد من البيتا لاكتاميزس اللي بتكسر البيتا لاكتامز انتبيوتيك. بتطلع منين؟ بيطلع من الستافيلوكوكس. يبقى اول اجابتين كده صح. بيأثر على الانتيبيوتكس اللي بتتكسر بالبنسلينيز، منطقي. بنسلينيز لابايل معناها انها بتتكسر بالبنسلينيز، وعكسها بنسلينيز ريزيستنت. البنسلينز انواع، منهم
بنسلينيز لابايل زي البنسلين وزي الاموكسيسيلين، ومنهم بنسلينيز ريزيستنت زي الاوكساسيلين والكلوكساسيلين، وبالتالي هو نوت افكتنج الاوكساسيلين. فعلا صح، يبقى الاجابه all of the above. انتبيوتك في تشويس في المرسى قلنا الفانكومايسين، كل دول فيهم بيتا لاكتام، والمرسى ريزيستنت لاي بيتا لاكتام انتبيوتك، وبالتالي لا ينفع الجلايكوبيبتايدز زي الفانكومايسين. according to amoxicillin all the following are true except الاموكسيسيلين مور هيدروفيلك زي البنسلين، صح عشان فيه امينو جروب. كان بس روبورينز، ايوه فعلا بيقدر يعدي من البروتينز عشان فيه امينو جروب، ده صح برضه. بس هو عايز مين؟ هو عايز الغلط. هو بيقول لك قول ارترو اكسبت بنسلينيز لاباين، فعلا هو بنسلينيز لاباين بيشتغل على جرام نيجاتيف، اه يبقى نون اوف ذا ابوف، دي الوحيده اللي مش صح. زي انت بيوتيك اوف تشويس سودوموناس، قد ايه في السودوموناس؟ طبعا الاماكسيسيلين والاكسيسيلين ما بيشتغلوش على السودوموناس، اللي بيشتغل على السودوموناس فاكرين بيبراسيلين والتكارسيلين، لو معاهم تازو باكتام كلافيولونيك يبقى خير وبركة. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، ليست all of the above. وبالتالي هو نفس السؤال ده هو اللي هيفيدنا في السؤال اللي تحت، مين بقى اللي هيبقى more broad spectrum؟ البيبراسيلين تازو باكتام، لأنه الأموكسيسيلين وكلافيولونيك broad spectrum وكل حاجة، بس مش لدرجة إن هو يشتغل على السودوموناس، لكن اللي بيشتغل على السودوموناس هو البيبراسيلين. فبالتالي البيبراسيلين تازوباكتام هو ده اللي كنا حتى بنسميه extended broad spectrum. The following antibiotic should be tested in gram negative. مين اللي جربه في الجرام نيجاتيف بكتيريا اكسبت؟ يبقى هو عايز اللي ما ينفعش في الجرام نيجاتيف بكتيريا. سيفتراكزون بينفع، سيفيبين بينفع، تقول لي ما خدناهمش، اقول لك بس انت خدت البنسلين، وانه البنسلين ما بيأثرش في الجرام نيجاتيف بكتيريا. عشان ايه البنسلين ما بيأثرش في الجرام نيجاتيف بكتيريا؟ عشان هو فيه بنزين رينج او بنزين رينج، سوري البنزين رينج دي هيدروفوبيك، لان البنزين ما بيدوبش في الميه، عشان كده الدهون ساعات نستخدم بنزين عشان ننظفها من الهدوم مثلا كده، فالبنزين عكس الميه، فبالتالي ما بيعديش من البروتينز بتاعت الجرام نيجاتيف بكتيريا. طب الفانكومايسين ليه ما بينفعش في الجرام نيجاتيف؟ عشان كبير قوي. يبقى البنسلين ليه ما بينفعش؟ مش عشان كبير، لا عشان هو هيدروفوبك. والفانكومايسين ليه ما بينفعش في الجرام نيجاتيف بكتيريا؟ عشان كبير قوي. بس ده الامتحان، لو حد بقى زعلان من حاجة ولا عنده أي أسئلة معانا على الجروب التفاعلي. شكرا جزيلا.